مرحبا مشاهدينا. علشان تتجنبون العطش في شهر رمضان لازم على الأقل تشربون لترين من الماء بس على فترات مو مرة واحدة، ولازم تنوعون في الحصول على مصادر الماء مثل أكل الفواكه والخضروات. طبعا المشروبات الغنية بالبوتاسيوم تنفع لتقليل العطش مثل شرب عرق السوس وعصير العنب والتفاح. عصير العنب والتفاح يحتوون على حمض الألفا هيدروكسي الطبيعي اللي يقي الجسم من الجفاف ويساعدون على تحسين حركة الطعام في الأمعاء أثناء الصيام والتخلص من الانتفاخ في البطن. وطبعا الحلويات تزيد من شعور الجفاف والعطش فلازم تتجنبونها. وتقبل الله صيامكم.